عشرية التميز. من أجل أن يظل امتداد الوطن حرا فينا، ومن أجل أن ندون تاريخ وطن يزهر على الصفحات وقد روته الأقلام والدماء، كي نرسم في القلوب المهجرة بصمة العودة وختم التحرير نحو الإبداع والتميز في تدريس القضية الفلسطينية، لنحفظ تلك الذاكرة. ولدت هذه الأكاديمية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في أكاديمية دراسة اللاجئين الفلسطينية. نحن نحتفل بعشرية بمرور 10 سنوات من النجاح في أكاديمية دراسة اللاجئين، وأحببنا في هذه الندوة أن نستضيف بعض الأفاضل، الأساتذة الأفاضل الذين قاموا بعمل ورقات بحثية قيمة لها طابع مميز في إبراز دور أو إلقاء الضوء على دور أكاديمية دراسة اللاجئين. سوف نحاول في هذه الندوة البسيطة أن نناقش بعض هذه الورقات مع الأفاضل، طبعاً معنا الأساتذة أستاذة سمر مقداد والأستاذة خديجة الطويل وأستاذ حكمة المصري وأستاذة أسماء نسيب. الجميل في الموضوع أنه الورقات ليست جميعها من أشخاص فلسطينيين فقط، ولكن من وجدت أو زرعت فلسطين في قلوبهم ومحبتهم. عنا من فلسطين، وعنا من المغرب، ومن الجزائر، وهذا شيء جميل جداً.
سوف نحاول أن نتناقش كما يقال نقاش ودي، ليس نقاش كدراسات، نقاش أكاديمي يعني، حيكون شيء بسيط، نلقي نظرة على ما تم كتابته أو ما أبرزه أبرز جميع الكتاب أو الباحثين، ما هي الأكاديمية وما دورها. هذا طبعا شيء قليل في حق الأكاديمية. أحب أن ننبه على نقطة معينة، طبعا للأسف الشديد الأكاديمية، صفحة الأكاديمية يعني حجبت، لكن دائما هكذا الناجحين يحاربوا في من كل مكان، ولكن إن شاء الله أمورنا طيبة. نحاول نبدأ الآن مع اختصار الوقت مع الأستاذة الفاضلة سمر مقداد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذة سمر. حياكم الله دكتور ريم، بارك الله فيكم في جهوداتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في البداية. يا ريت أستاذة سمر بس لو تعريف بسيط عن من هي أستاذة سمر. يعني أستاذة سمر إبراهيم مقداد من مواليد مدينة غزة العزة، مواليد 1998، ماجستير أصول التربية الإسلامية. أنا يعني باحثة تربوية ومحاضرة دعوية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مجال التطوع، يعني أشرفت على عدد من الأبحاث لدى طلاب الأكاديمية بحمد الله، ويعني إحنا في قيد التشبيك مع الدكتور أيمن الطه في يعني في مهد مشروع غزاوية لأجل الحصار، وإن شاء الله سنطلق هذه المبادرة قريبا إن شاء الله تعالى. طيب أستاذة سمر، طيب أستاذة سمر، الورقة البحثية طبعا ما شاء الله يعني من الأوراق المميزة. إذا في مجال بس تعطينا عنوان الورقة، هي أكاديمية دراسة اللاجئين بين الواقع والمأمول، ماذا قصدت بذلك؟ قبل الورقة بحب أوجه تحية لكل الشهداء والشهيدات من أمتنا الإسلامية، تحية لكل الأسرى والأسيرات القابضات على الجمر، القابعات خلف أسوار السجون والمعتقلات الصهيونية الحاقدة، تحية لكل أم ولكل زوجة ولكل أخت ولكل بنت تحملت المعاناة والمشق والوجع والألم الفلسطيني وأكملت المسيرة، مسيرة الجهاد، رغم فقدان الأب والأب والابن والأخ والزوج، تحملت هذه المشاقات وواصلت المسير. تحية لكل مخلص ولكل شريك من هذه الأمة المجاهدة، تحية لمن يتابعنا ويشاهدنا في هذه المناسبة المباركة عشرية الأكاديمية. عنوان الورقة كان عنوانها أكاديمية دراسات اللاجئين بين الواقع والمأمول. ملخص البحث كان يعني هدف البحث للتعرف على واقع أكاديمية دراسات اللاجئين وتسليط الضوء على أهم ما تقوم به من إنجازات. طبعاً الورقة قسمت إلى 3 فصول، الفصل الأول تناولت فيه نشأة الأكاديمية، أهم البرامج اللي تقدمها الأكاديمية وأهدافها. الفصل الثاني كان عبارة عن مدى مساهمة الأكاديمية في نشر الوعي الثقافي لدى الدارسين بالقضية الفلسطينية. الفصل الثالث قدمت فيه عدد من المقترحات التي يمكن من خلالها تطوير عمل الأكاديمية، ومن أهمها الاهتمام بالترجمة وتوصيل الصورة الحقيقية للقضية الفلسطينية لشتى أوساط العرب والغرب، التي تعتمد في الغالب على الرواية الصهيونية خاصة الوسط الغربي. في الورقة البحثية استخدمت المنهج الوصفي الذي من مميزاته تعزيز روح المشاركة، وخاصة أنه كان الأداة يعني هي الرئيسية في البحث هي المقابلة المباشرة أو المقابلة غير المباشرة بالاتصال والتواصل مع نشطاء ومع مهتمين في الجانب الفلسطيني سواء من الداخل أو من الخارج. هذه كانت الأداة الرئيسية في البحث. أجريت عدد من المقابلات
مع عدد من الخبراء في الشأن الفلسطيني، مع الأخوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مع الأعضاء في رابطة علماء فلسطين، بهدف الارتقاء بعمل الأكاديمية وتسليط الضوء أكثر على معاناة الشعب الفلسطيني. طبعاً في النهاية أنا أوصي بضرورة استثمار الطاقات الشابة والعمل على تأهيلهم وتدريبهم ليأخذوا موقعهم الوطني في الصراع ضد الاحتلال، والقدرة على سرد الرواية الفلسطينية وتفنيد الادعاءات والافتراءات التي يدعيها الاحتلال. يعني أتقدم بالشكر الجزيل لأكاديمية دراسات اللاجئين والقائمين عليها، أخص بالذكر الدكتور محمد ياسر عمر من هنا، من أرض العزة، أرض الرباط، أرض المرجلة، وأرض الشجاعة، البسالة والجهاد. يعني أبرق بالتحية للدكتور محمد ياسر عمر، لكل من ساهم وشارك في إنجاز وفي نجاح هذه الأكاديمية على طوال فترة العشر سنوات الماضية، من أكاديميين وإعلاميين ومبرمجين وباحثين ومشرفين، وكل من قدم وساهم في خدمة القضية الفلسطينية وإبراز معاناة اللاجئين الفلسطينيين. طبعاً شرف لي أن أنا أشارك بهذا العمل المتواضع في عشرية الأكاديمية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منا ومنكم. آمين إن شاء الله. بارك الله فيك، يعطيك العافيه. طيب استاذه سمر، برايك كيف وجدتي انه بتساهم هذه الدراسه اللي انت عملتيها، الدراسه كيف تساهم في معرفه الهيكل او هيكل المعرفي للاكاديميه؟ كيف وجدتي هذه، من اي ناحيه وجدتي انها بتساهم في ذلك؟ في البدايه يعني انا سلطت الضوء على الدور التي تقوم به الأكاديمية. يعني في البداية أنا عرفت بالأكاديمية، أكاديمية هي غير ربحية، هي هدفها يعني معظم الأكاديميين فيها معظمهم متطوعين من شتى بقاع العالم، كلهم يعني متطوعين لأجل القضية الفلسطينية، هي أكاديمية غير ربحية. يعني الهدف الأول تقوم على نشر الوعي الثقافي للقضية اللي بخص القضية الفلسطينية في كل العالم. أنا أبرزت دور الأكاديمية من خلال دورها في الارتقاء بالمستوى الثقافي في عدة مجالات. المجال الأول اللي بيتحدث عن المجال الفكري، يعني أنا قسمت المحور لعدة مجالات، أهمها المجال الفكري والمجال الثقافي والمجال المعرفي والمجال السياسي والمجال القانوني. تحدثت عن ما قامت الأكاديمية في هذه المجالات العدة، وكيف وضحت الصورة يعني للإنسان الفلسطيني والإنسان العربي والغربي بصورة واضحة حقيقية للصورة الفلسطينية. بداية في المجال الفكري، إنه هي غيرت كثير من المفاهيم الخاطئة لدى سواء العرب أو الغرب، زي مفهوم مثلا إسرائيل الدولة التي لا تقهر، إسرائيل قهرت من أطفال الحجارة، إسرائيل قهرت من خنساوات فلسطين. هذا الدور اللي أبرزته الأكاديمية من خلال المساقات التي تعرض في هذه المجالات. اليهود شعب الله المختار، لا، اليهود ليس شعب الله ولا هو مختار، الله سبحانه وتعالى فضحهم في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة. من ايضا الادعاءات انه ارض الميعاد واليهود اهل الكتاب والسلام العادل، يعني ما دمنا في ارض محتله لن يكون سلام عادل ولن يكون حب ولن يكون موده بيننا وبين اليهود. اذا هي ان شاء الله يعني تكون المقاومه هي الحقيقيه وهي الاستراتيجيه الناجحه لاسترداد حقوقنا، حق العوده وحق اللاجئين ان شاء الله. يعني هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. في المجالات الأخرى، المجال التنموي، يعني أطلقت الأكاديمية عدد من الدورات، أهمها في التخطيط الاستراتيجي، كذلك في الدورات التنمية البشرية، في العادات السبع للشباب الفلسطيني، دورة اعرف نفسك بنفسك، وكل هذه الدورات أيضا الثقة بالنفس، كل ذلك يعني يعمل على بناء شخصية للدارس والطالب في الأكاديمية وتطوير قدراته من خلال التعرف على نقاط الضعف لديه ونقاط القوة وتعزيزها وبناء شخصية قوية قادرة على الوصول إلى حوار إيجابي فعال. أيضا في المجال السياسي، ساعدت الأكاديمية على اكتساب الكثير من المعلومات في المجال السياسي من خلال تسليط الضوء
على القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، خاصة قضية الأسرى، معاناتهم، حقوقهم، دورهم في طريق الجهاد، وإحصائيات لأعداد الأسرى في السجون في سجون الاحتلال، كذلك حق الشعب الفلسطيني في العودة وحقه في تقرير مصيره، المقاطعة وخطر التطبيع، قضية القدس قضية هامة، والمسجد الأقصى وحق اللاجئين في الوطن والشتات، كل ذلك أبرزته الأكاديمية. في المجال الإعلاني كان لها دور واضح، يعني الأكاديمية وظفت جميع وسائل الإعلان وسائل الاتصال جميعها لخدمة القضية الفلسطينية، يعني خاصة ما تقوم به الإعلامية روان الضامن، يعني من عرض للقضية الفلسطينية بطريقة مبدعة عن طريق الأفلام الوثائقية، طريقة الأسلوب السرد القصصي لقضية اللاجئين وقضية النكبة، كل ذلك كان يعني في عرض مبدع لتوصيل صوت القضية لكل العالم اللي الآن بنعيشه. في المجال القانوني كذلك وضحت حقوق الشعب الفلسطيني، يعني هي أطلقت دورة حقوق الإنسان، ركزت على قضايا حقوق الإنسان والمقارنة بين الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني والواقع على أرض الممارسات للسلطات الاحتلال بحق المدنيين، يعني وضحت وصورت وأظهرت الانتهاكات التي تقوم بها الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. يعني هذا مختصر للفصل الثاني اللي أنا أظهرت فيه أهم الأعمال ودور الأكاديمية في نشر الوعي الثقافي والفكري والسياسي والقانوني والتنموي لأبناء الشعب الفلسطيني خاصة والعالم كله عامة. أحسنتي، بارك الله فيك. طيب يعني. أنت في مقترحات، طبعاً أخذنا الوقت أكثر، في مقترحات وضعتي مقترحات للارتقاء بعمل الأكاديمية، أو أنت بتقترحيها لتكون الأكاديمية من وجهة نظرك تربوية. برأيك أنت واضعة تقريباً 16 بند، فأعطينا بندين فقط مهمين تقترحي أنه تكون يعني هذه من الأشياء المهمة أو الضرورية اللي ممكن تجدي أنه الأكاديمية ممكن ترتقي بها. يعني بصراحة أنا حطيتها في الفصل الثالث، وهذا البند أخذ مني جهد كبير، يعني في قضية التواصل والاتصال مع الآخرين سواء في الداخل أو في الخارج منهم، يعني بدك تكرر الاتصال أكثر من مرة حتى تأتيك الإجابة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجزيهم كل خير. فهذا كان أخذ مني وقت وجهد كبير، والحمد لله يعني ربنا يجزيهم كل خير. المقترحات اللي أنا طرحتها للارتقاء بعمل الأكاديمية، كون أنا عنوان بحثي أكاديمية دراسات اللاجئين بين الواقع والمأمول، إحنا صورنا الواقع، واقع الأكاديمية والجهود التي تقوم بها الأكاديمية والعمل يعني الدؤوب التي تقوم به الأكاديمية، لكن نحن نأمل أن ترتقي وأن تستمر على طريق الإبداع من خلال هذه المقترحات. بداية تكثيف المساهمات البحثية من قبل الأكاديمية والتي تبرز بشكل علمي موثق ثوابت القضية الفلسطينية، معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، كما يمكن إنشاء مركز بحثي تابع للأكاديمية يساهم في تحقيق أهدافها من خلال الأدوات البحثية والعلمية. كذلك تعزيز صيغ التوأمة والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى، سيما تلك التي تهتم في القضايا العربية. كذلك تكثيف التواصل مع وزارات التعليم والتعليم العالي في مختلف البلدان سيما البلاد العربية والإسلامية والمناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، بغية إدماج نوع من التعريف بفلسطين والقضية الفلسطينية في المناهج التعليمية لهذه الدول ضمن مساقات التاريخ والجغرافيا. طيب يكفي هذا، نكتفي بهذه الاقتراحات. طبعا ما شاء الله اقتراحات جيدة جدا يعني، وبارك الله فيك وفي مجهودك وفي الأشخاص اللي اتصلتي بهم وكان لهم رأي مهم جدا بالنسبة لنا. أيضا بنحب نختم بما هي توصيتك أو التوصية التي اقترحتيها في ورقة البحثية لا تتجاوز الدقيقة. أهم التوصيات يعني على عجالة نشر ثقافة حب الوطن والتمسك بحق العودة بكل الوسائل والأساليب الإعلامية كالأخبار والأناشيد والمسلسلات والحوارات، العمل على إعداد برامج تلفزيونية
وتوزيع هذه البرامج على المحطات الإذاعية والعربية وفق خطة وأهداف يتم الاتفاق عليها، تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين أبناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتماءاتهم، أيضا استثمار الطاقات الشابة والعمل على تأهيلهم وتدريب الطلاب ليأخذوا موقعهم الوطني في الصراع ضد الاحتلال، والقدرة على سرد الرواية والتاريخ الفلسطيني وتفنيد الادعاءات والافتراءات التي يدعيها الاحتلال. نهاية يعني بث الحلقات المثيرة والممتعة بالنسبة للأطفال والتي تعكس معاناة الشعب الفلسطيني، فأطفال اليوم هم رجال الغد. يعطيك ألف عافية، نشكر لك لذلك، شكرا جزيلا، كان صراحة يعني ورقة بحثية نقدرها، نقدر عملك وجهدك، وأنا عرفت أنه أنت اجتهدتي كثيرا في هذه الورقة وعانيتي فيها، بارك الله فيك وشكرا لك. عشرية التميز. ليكون للاجئ صوت وصدى، حملنا على عاتقنا تدريس القضية الفلسطينية وقضايا اللجوء، وأطلقنا أكاديمية دراسات اللاجئين في العام 2010. ما بين النكبة والتحرير ندون تاريخ فلسطين الوطن في عقد من الزمن، أسميناها عشرية التميز. وفي هذه المناسبة أعددنا لدارسينا، فريق عملنا ومحاضرينا وجمهورنا الكريم فعاليات نحتفل بها معهم، ونعلي شعور الفخار بأكاديمية استقبلت أكثر من 12 ألفاً من الدارسين، من أجل أن يظل امتداد الوطن حراً فينا. في جعبتنا العديد من الفعاليات، منها ملتقى فلسطين عهد حتى العودة، مع مناسبات وطنية عدة أبرزها تصريح بلفور المشؤوم وقرار التقسيم، وكذلك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ندوة بحثية بعنوان دور الأكاديمية في عيون الباحثين، حفل إشهار إصدار الأكاديمية الجديد كتاب الاستيطان في القانون الدولي، هاشتاج ومشاركات تفاعلية خاصة لدارسينا عبر هاشتاج عشرية التميز. لنحفظ تلك الذاكرة شاركنا فعاليات عشرية التميز وكن معنا في أيامها. نعود من جديد مع باحث جديد وورقة جديدة، أستاذ حكمت مصري، تفضل معنا. حياك الله أستاذ حكمت. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. بداية أستاذ حكمت، تعريف نبذة بسيطة عن من هو حكمت، يعني لا تتجاوز 30 ثانية. طيب، حكمت المصري من فلسطين قطاع غزة، حاصل على ماجستير علوم سياسية وبالفكر السياسي خاصة، وحاصل على دبلوم تخطيط استراتيجي وتحليل سياسات، كاتب في تحليل سياسات تقدير الموقف، وأيضا كاتب مجموعة من المقالات بنشرها على صفحة ساسا بوست، وبعمل حاليا كناشط مجتمعي أو كمدرب في قانون الانتخابات الفلسطيني وبعض القوانين الفلسطينية. حياك الله، أهلا وسهلا. طيب، بداية الأستاذ حكمت، دراستك كانت عنوانها دور الأكاديمية في تطوير الوعي العربي في خدمة القضية الفلسطينية. نعم. طيب، لماذا اخترت هذه الطريقة أولاً، هذا العنوان وهذه الطريقة في كتابة الورقة العلمية أو الورقة البحثية التي اخترتها؟ صراحة بعد مشاركتي في أكثر من دبلوم لأكاديمية دراسة اللاجئين، لاحظت أنه الأكاديمية في لها دور كبير في تطوير الوعي العربي، خاصة بالأجيال الجديدة، يعني بحكيش عن الأجيال القديمة اللي عاشت 48 وعاشت 67 وعاشت حرب 83 وحرب 82، ما بحكي ما بعد هذه الأجيال، وخاصة ما بعد 90، يعني ما بعد ما صار في سلطة وطنية فلسطينية، يعني بنظر لهاي الأجيال كلها ما بعد 90 قليل ما تعرف عن القضية الفلسطينية وعن 48 وعن 78 وعن كل هاي الأمور. فالأكاديمية لاحظت من خلال الدبلومات اللي أنا أخذتها معها إنه بتحاول تقدم إشي مش للمجتمع الفلسطيني بس، للمجتمع العربي والمجتمع العالمي، إنه يعمي في هناك فلسطين في قضية، وهي أكثر قضية عادية، في هناك ضايل مجتمع محتل
وقدمت من خلال الفلكلور اللي بتقدمه، الدبلوم الفلكلور، دبلوم الدراسات الفلسطينية اللي وصلت للدفعة السابعة اللي أنا فيها حاليا، كمان من خلال القانون الدولي الإنساني اللي أخذناه مع الأكاديمية، تطرقت كثير للقضية الفلسطينية ووضع القضية الفلسطينية من خلال هذا القانون، وكيف القانون بنظر للقضية الفلسطينية اللي هو القانون الدولي الإنساني. لهيك رأيت إنه يجب إنه حدا يبين دور الأكاديمية في تطوير الوعي العربي، وخاصة إنه أنا لاحظت إنه لما بنكون إحنا على الواتساب مجموعات أو بنحضر المحاضرات، بحس من طريقة الكتابة اللي بنكتبها إنه إحنا مش من مجتمع واحد، مش مصريين ولا فلسطينيين ولا لبنانيين، وإنما بتحكي عن وطن عربي كامل، بتحكي عن أكثر من 22 دولة، بيكون في من كل دولة مشاركين مش أقل من 10 أو 15 بحاولوا يعرفوا إشي عن فلسطين. فيعني أنا حسيت إنه الأكاديمية لها دور كبير في تطوير الوعي العربي في خدمة القضية الفلسطينية، وحاولت هذا اللي أبينه على مدار ال3 سنين اللي أنا عرفت فيها الأكاديمية أقل ما فيها يعني. طيب أنت كدورك كباحث سياسي، ما رأيك في أهداف الأكاديمية؟ هل هي فعلا تخدم القضية الفلسطينية، القضية السياسية، الجانب السياسي في القضية الفلسطينية؟ إذا أنت بتشوف أن الأهداف هذه فعلا تخدمها، كيف وجدت ذلك؟ من خلال سواء من خلال الدبلوم أو سواء من خلال المحاضرات أو البرامج اللي بتقدمها الأكاديمية، من وجهة نظرك الأهداف اللي كسياسي طبعا. كسياسة يعني هي بتحاول تبني مساحة معلوماتية لدى أكثر شريحة واسعة من الناس حول القضية، بتحاول تأهل متخصصين في القضية. طبعا هذا أنا برأيي لا يكفي كأهداف الأكاديمية، يجب أن يكون في أهداف الأكاديمية أكبر من هيك. يعني أنا أتوقع إنه مش بس إنه أنا بدي أوجد زي مكتبة وأوجد مساحة، يجب إني أعيد القضية إلى ما كانت عليه ما قبل 20 سنة في المجتمع الدولي. يعني اليوم أنا بلاحظ المجتمع الدولي خف دوره بالقضية الفلسطينية. يعني زمان لما كان يصير إشي بفلسطين كنا نشوف المجتمع الدولي في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، إنه الكل بيشارك وبيحاول يقف إلى جنب هاي القضية، ولكن هذا اليوم كله أقل، صار قليل جداً. فيجب يكون في أهداف الأكاديمية أكبر من هيك، إنها تعمل مثلاً حلقات أوسع في دول أوروبا، لأنه برضو إحنا بحاجة إلى المجتمع الدولي ليقف جانبنا ضدها، جانبنا ضد الاحتلال. أنت برأيك كيف ممكن أنك تتحدث؟ طبعا الورقة البحثية تبعتك تقريبا يعني لا يعني تقريبا 20 صفحة، برأيك كيف ممكن تتحدث لشخص مختص بحيث أنه يكون هذا البحث أو الورقة البحثية بحث كامل شامل؟ كيف ممكن تقنع هذا الشخص من هذه الناحية بوجهة نظرك في الأكاديمية، بجميع فروع الأكاديمية، بجميع الخصائص الخاصة بالأكاديمية، برأيك؟ يلا يعني انا الورقه هاي لما انا عملتها يعني ما حاولتش اكون كتير. طلع هلا القارئ او اي حدا في الدنيا ما بحبش دش البرم والحكي كتير، فدائما الكلام القليل واللي بيكون بيقدم معلومه جديده هو افضل. يعني انا تجيب لي معلومات قليله جدا واستفيد منها احسن ما اقرا 100 صفحه ما اطلعش بصفحه. فانا بقرا انه هاي الدراسه مش عشانها دراستي، لا، أنا حاولت أقدم من خلال هذه الدراسة أكثر أهم 3 محاور في العنوان. المحور الأول اللي ركزت فيه على الأكاديمية، أهميتها وأهدافها، وين راح هاي الأكاديمية، وليش هاي الأكاديمية أوجدت نفسها بذاتها. والمحور الثاني رحت تاريخ فلسطين، تاريخ القضية الفلسطينية، سردته بشيء مختصر وقليل جدا، بما يعني اللي يقرأ من الأجيال الجديدة يعرف إنه أنا عن إيش بحكي أقل ما فيها، لأنه بيتطلب القضية. يعني العنوان دور الأكاديمية والتطوير العربي في القضية الفلسطينية. هلا قسمت العنوان ل3 محاور زي ما حكيت، والمحور الثالث هو كمان كان الأهم اللي هو بنحكي عنه زبدة الموضوع، اللي هو بيحكي عن دور الأكاديمية بتطوير الوعي العربي للقضية الفلسطينية، إنه كيف ساعد بتطوير الوعي العربي، كيف قدم حل المشكلات والأزمات، كيف حاول يسرد هاي القضية، كيف حاولت الأكاديمية قدر الإمكان تقدم من خلال مثلا دبلوم التطبيع اللي عملته، مقاطعة التطبيع، إنه كيف أقنعت الشباب إنه التخرج تبعكم عشان تتخرجوا من هاي الأكاديمية أو من هذا الدبلوم لازم تعملوا يا
فيديو يا سلايدات وتعرضوها على صفحاتكم الشخصية على تويتر على الانستغرام على الفيسبوك. هذا كتير كمان أعطى دور إنه الشباب العربي إنه يروح باتجاه يكتب معلومات من القانون من قضايا التطبيع ويعرضها والناس تشوفها، وفي منها كتابات كتير أخذت ترند منيح على الفيسبوك. برأيك أستاذ حكمة، لو أعطيتك فرصة مرة أخرى أنك تجري دراسة عن الأكاديمية، هل في شيء ممكن تضيفه؟ عن الأكاديمية؟ نعم، عن دور الأكاديمية في حل القضية الفلسطينية أو في قضية القضية الفلسطينية، هل برأيك في شيء ممكن تضيفه؟ على الدراسة هاي ولا عنوان جديد؟ لو أنا أعطيتك إنه مجال إنك تعيد هذه الدراسة وتعمل دراسة جديدة لدور الأكاديمية في القضية الفلسطينية، هل تجد هناك شيء تحب تضيفه؟ هل في شيء تحس إنه ممكن الأكاديمية تطور هذا الشيء وتذكره، أو ممكن يستفيد، أو ممكن أيضا القضية الفلسطينية أو تصل لأكثر أو تكون معرفة لأكثر من مجتمع؟ يعني ممكن أروح باتجاه أهمية الأكاديمية، يعني أضيف أهمية الأكاديمية على مدار العشر سنوات السابقة، أضيف هذا المحور أو أعمل دراسة عن إيش كانت أهميتها خلال العشر سنوات بالمدة الزمنية من 2010 إلى 2020 في القضية الفلسطينية. طيب باختصار، ماذا تحب أن تختم كتوصية للأكاديمية وتختم فيها النقاش؟ أنا يعني الإشي الأخير اللي كنت حابب أحكي فيه بالخاتمة إنه الوعي العربي ارتبط بمركزية القضية الفلسطينية عبر التاريخ المعاصر، وكان الارتباط هو ارتباط وثيق بينهم، وكان دائما النضال القومي يتصاعد والهوية القومية العربية تزدهر، وكانت دائما جامعة. ولكن اليوم نشهد تراجع لهذا الوعي القومي العربي في مقابل ازدهار الوعي بالهويات الجزئية. يعني زمان كنا نسمع الصراع العربي الإسرائيلي، ولكن بعد حرب 73 بدأ في تغيير في هذا المصطلح وأصبح الصراع العربي الفلسطيني، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فضيقوا المصطلح والتعامل معه، وكمان إنه هذا أعطى يعني ممكن يكون قطرية الدول ساعدت في هذا الموضوع، وصلنا النادي بالدولة، بطلنا النادي بالقومية العربية ونحن كنا عرب. كمان إنه النسيج العربي بدأ يتغير مع تغير الأزمان وتغير الواقع اللي بنعيشه. ف يعني بطالب، يعني بحب أعمل توصية إنه تكون الأكاديمية فيها دور بإعادة نسمي نرجع للقومية العربية وإعادة النسيج العربي لبعض، يكون في إشي هناك تكون فيه الأكاديمية له علاقة بإنه وحدة الاتحاد العربي زي ما في الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوروبي، اتحاد دول النفط، اتحاد دول التجاره، دول الصناعه، نكون في إشي بروح باتجاه يشجع الاتحاد العربي، لانه اليوم الشباب هم القاعده اللي احنا بنستند لها في ظل الوعي العربي. اذا احنا اشتغلنا على هدول الشباب وهدول الطلاب او هدول الدارسين او الملتحقين بالاكاديميه، الا لما في يوم من الايام هدول الناس يكونوا اصحاب قرار او اصحاب موقع سياسي في احدى الدول اللي هم بتبن فيها، فحلو انه احنا نرجع نوعي عندهم الاتحاد العربي او القومية العربية. كمان بحب اضيف اذا انه على الاكاديمية انه نروح نحاول نرجع بتبديد وهم، انه في وهم هنا احنا بنعيشه انه في حل عادل وشامل للصراع العربي الاسرائيلي. لا، انه انا لاحظت الاكاديمية من خلال دبلوماتها يعني رفعت الغطاء عن هذا الوهم وورتنا إياه، تزيد من رفع هذا الغطاء ومن هذا الضوء عن عيوننا، لأنه التوازنات بدأت تتغير في المنطقة، وهذا إشي مهم جدا. ونرجع نبرز فكرة إنه الصراع مش فلسطيني إسرائيلي، وإنما الصراع هو صراع عربي إسرائيلي. صحيح، أحسن. والفلسطينيين هم اللي في المقدمة مش أكثر. وشكرا. شكرا لك أستاذ حكمة، وكنت سعيدة جدا. أنا طبعا حكمة أستاذ حكمة، وعلى الخطأ البسيط أو الخلل اللي صار بسيط، إنه كمان أستاذ حكمة برضو عندي طالب أبحاث في الدبلوم، فما شاء الله مميز وأبحاثه دائما
تعرف هدفها. يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا لك. دولة استيطانية. نجح الصهاينة في بريطانيا في استصدار تصريح بلفور رغم ضعفهم وعزلتهم، بينما فشل صهاينة ألمانيا في ذلك رغم قوتهم وارتباطهم بالمجتمع الألماني ورغم بذلهم جهوداً محمومة لاستصدار تصريح بلفوري ألماني. إذا كان لدى صهاينة ألمانيا مقومات النجاح، ولكن كل هذا لم يجد فتيلاً، فما السر في هذا التصريح؟ إن تصريح بلفور والدعم البريطاني للمشروع الصهيوني لا علاقة لهما بأي لوب يهودي أو صهيوني، قوي أو ضعيف. فالضغط الصهيوني أو اليهودي لا يشكل عنصراً فعالاً في عملية استصدار تصريح بلفور، وإنه عنصر ثانوي على أحسن تقدير. وحتى الأموال الصهيونية لم تكن سبباً رئيساً في تصريح بلفور، فأكثر أثرياء اليهود في بريطانيا كانوا ضد الحركة الصهيونية. إن تفسير الفشل الصهيوني في ألمانيا والنجاح الصهيوني في إنجلترا لا يتم بنقاش القوة والضعف الذاتيين الصهيونيين، ولكن بالعودة إلى المصالح الاستراتيجية الغربية في زرع دولة استيطانية وسط العالم العربي. المصدر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، المجلد السادس، للمفكر الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري. نعود نستكمل باقي الأوراق البحثية. معنا الآن الباحثة أستاذة خديجة محمد الطويل. تفضل معنا. مساء الخير أستاذة خديجة. مساء النور، أسعد الله أوقاتكم جميعاً. أهلا وسهلا فيك أستاذة خديجة. تعريف كالبقية، تعريف بسيط، من هي خديجة؟ أولاً أشكركم على الدعوة الكريمة وأشكر القائمين على هذا اللقاء. خديجة الطويل من المغرب، مدينة طنجة شمالاً، حاصلة على دبلوم التنمية المعلوماتية وحاصلة على دبلوم الدراسات الفلسطينية في دفعتها السادسة، وحالياً طالبة اقتصاد. هذا فقط. اهلا وسهلا فيك، تشرفنا فيك. الله يبارك. طيب، بالنسبه للورقه البحثيه الخاصه بك، هي تاثير اكاديميه دراسه اللاجئين في نشر الوعي بالقضيه الفلسطينيه الالكترونيه، لماذا اتجهتي او اخترتي مجال او اتجاه البحث الالكتروني؟ هل لانه الاكاديميه هي عباره عن موقع الكتروني او لغايه معينه في دراستك؟ نعم صحيح، يعني هو توجه الأكاديمية توجه إلكتروني، يعني منذ نشأتها هي اتجهت في التعليم الإلكتروني، وبحكم يعني هيمنة يعني مجال التكنولوجيا على حياتنا، ف يعني كان لها بصمة وتأثير هام لمسته انطلاقا من تجربتي الخاصة داخل الأكاديمية التي بدأت مع دبلوم مناهضة التطبيع، ثم دبلوم الدراسات الفلسطينية ودبلومات أخرى لاحقا. فيعني انطلاقا من الأثر الذي وجدته على نفسي، ارتأيت يعني أن أقوم بهذه الورقة البحثية لإبراز أهمية ما تقوم به الأكاديمية في هذا الجانب. طيب، برأيك ما هو الجانب أو نضع القسم أو الخاص بالجانب الإلكتروني، ما برأيك ما هو الجانب الإلكتروني الذي ساهم في نشر القضية الفلسطينية، أو كيف ساهم الجانب الإلكتروني في نشر القضية الفلسطينية؟ ماذا يفرق عن الجانب العادي أو المباشر؟ هل في فرق؟
ما يميز الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التعليمية الإلكترونية هو أنها سهلة الاستعمال، سريعة الوصول، ويعني لها تصل يعني لامتداد واسع، فبالتالي لها أثر أكبر. مثلا إذا تحدثنا عن مبادرة مثلا طارق البكري التي أسماها كنا وما زلنا، يعني هي مبادرة انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي وكان لها أثر كبير يعني في تعريف اللاجئين بقراهم المهجرة وما إلى ذلك. طيب ما هي الأدوار الآن في الورقة البحثية؟ تطرقت إلى برامج الأكاديمية، خصصتي بعض الدبلومات اللي هي الدبلومات القصيرة والمكثفة أو الطويلة. ما الذي جذبك إلى خاصة الدبلومات المكثفة؟ ما الشيء الذي جذبك إليه؟ ما الشيء الذي وجدت فيه ميزة غير تختلف عن أي دبلوم آخر ممكن تجديه على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل وجدتي فرق بين ما طرح في الأكاديمية عن غيرها؟ نعم أكيد. أنا يعني رغم أني أعتبر نفسي وكسائر العرب يعني نحن داعمين للقضية الفلسطينية، ولكن هذا الدعم في الغالب هو دعم عاطفي ولكن ليس له تأثير حقيقي أو يعني لا يفعل. فدراستي في الأكاديمية فتحت لي أو سلطت يعني الضوء على الكثير من المعلومات والأمور التي لم أكن أعرفها في القضية الفلسطينية. فلسطينيو 48 مثلاً لم تكن لدي معلومات كافية عنهم. القدس كذلك رغم أنها يعني قضية مركزية بحكم أننا مسلمين وكذا، ولكن مع ذلك فمعلوماتنا عنها غير كافية. قضية اللاجئين، مخيمات اللاجئين في لبنان في سوريا يعني والأوضاع هناك يعني دائما المعلومات كانت غير كافية. فمن خلال الأكاديمية، دبلومات الأكاديمية سواء دبلوم الدراسات الفلسطينية يعني هو دبلوم طويل ويشمل كل هذه المواضيع الهامة يعني سواء اللاجئين أو الأسرى أو القدس، أو من خلال الدبلومات القصيرة التي أخذتها يعني تعرفت على الكثير من هذه المعلومات، يعني كونت مخزون معرفي جيد. وأعتبر أن يعني وأرى أن الأكاديمية أيضا ترى ذلك، أن المعرفة هي الأساس نحو التأثير. لا يمكن صناعة تأثير بدون أن تكون لديك معرفة سليمة بالقضية التي تدافع عنها أو تريد التأثير فيها. جميل جدا. طيب برأيك في عنا موجود كيف أثرت أو الأكاديمية، كيف أثرت الأكاديمية في رفع من مستوى القضية الفلسطينية؟ ماذا عنيت بذلك؟ ما هو الدور الموجود في الأكاديمية الذي جعلك تكتبين في هذا الموضوع وكتبتي فيه موضوع جيد يعني؟ نعم، أنا كما قلت أن انطلاقا من الأثر الذي لقيته على نفسي من خلال دراستي في الأكاديمية فجاءت هذه الورقة البحثية. فالأثر أنها عرفتنا على القضية الفلسطينية بعمق، يعني كانت معرفة سطحية، وحتى أن أغلب الدارسين في الأكاديمية هم فلسطينيون، ومع ذلك يعني عندما تسألهم ماذا أضافت الأكاديمية فهم يجيبون أن الأكاديمية هي من عرفتهم حقيقة على القضية وأن معرفتهم لم تكن كافية. فبالتالي يعني هي خطوة، المعرفة كما أشرت أنها هي الخطوة الأولى لصناعة التأثير فيما بعد. طيب الآن بناء على التوصيات أو التوصيات التي طرحتيها وعلى النتائج عفوا التي طرحتيها في الورقة البحثية، بماذا توصي أو ما هي الثغرات التي تجدي أن يجب أن نطور فيها أو نسد جانب معين فيها؟ يعني
من خلال خبرتك طبعا في دراسة الدبلوم وأخذتي محاضرات وعملتي أبحاث. فانطلاقا من تجربتي البسيطة أظن أنه يجب متابعة المتخرجين من الأكاديمية خلال فترة معينة، ربما لستة أشهر أو سنة، يعني لقياس الأثر، يعني ماذا فعلوا بهذا الدبلوم، ما الذي قدموه بعد دراستهم في الأكاديمية، فحتى يكون هناك يعني متابعة وتقييم. وكذلك نعم أشرت إلى ضرورة العودة إلى دبلوم دراسات اللاجئين، وهو يعني دبلوم الأساسي، دبلوم طويل في الأكاديمية ومتوقف حاليا، فأشرت أنه يجب العودة إليه بحكم يعني أوضاع اللاجئين في الفترة الحالية أصبحت متدهورة أكثر بسبب يعني الأوضاع السياسية للمنطقة منذ 10 سنوات. فأعتقد هو أوضاع اللاجئين لها مساق خاص في دبلوم دراسات الفلسطينية، ولكن يعني العودة إلى دبلوم خاص بها أظن أنه سيكون جيدا. جيد ذكرتي أن المتخرجين، وهذه نقطة رائعة، يعني أن المتخرجين أيضا هم سفراء للأكاديمية ويقع عليهم نشر هذه الرسالة. برأيك أنت الآن بعد ما تخرجتي من أحد دبلومات الأكاديمية وكونك عربية مغربية، فما دورك؟ ما هي الرسالة التي قد تكوني أو تريدي أن توصليها إلى المغرب لنقل تحديداً، كعائلة، كأصدقاء، كطلاب، كزملاء، ما هو الرسالة التي تريد أن توصليها أو التي استفدتيها من الأكاديمية؟ كيف تكوني سفيرة الأكاديمية في المغرب؟ بحيث أني أوصل المعرفة التي توصلت بها من الأكاديمية، أوصل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في الأردن، يعني نحن نسمع اللاجئين، ولكن لا نعرف أن اللاجئ الفلسطيني مثلاً لا يستطيع العمل في مثلاً 70 مهنة مثلاً، أو بعض اللاجئين ليس لهم أوراق ثبوتية في الأردن مثلاً أو إلى آخر، يعني يعني أن أوصل مثل هذه المعرفة، أن أوصل المعلومات عن فلسطيني 48، يعني أغير وأعمق المعرفة بهذه القضية. طيب ماشي، شكرا يا أستاذة خديجة، يعطيك ألف عافية. الله يعطيك يا رب. ونحن نتشرف بك. القضية الفلسطينية هي ليست فقط للفلسطينيين، هي قضية عربية إسلامية قبل كل شيء، ونعرف أن المغرب العربي القضية الفلسطينية هي القضية الأولى بالنسبة له. شكرا لك يا خديجة. شكرا لك. التاسع والعشرون من تشرين الثاني نوفمبر، تاريخ أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو التاريخ نفسه الذي أصدرت فيه الجمعية ذاتها قرارها 181 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية. فالأيام الدولية مناسبات مهمة لتثقيف الناس حول قضية فلسطين ولتعبئة الموارد البشرية والإرادة السياسية لتسليط الضوء على قضايا فلسطين المختلفة والتي تبنتها الأمم المتحدة كأداة مشروعة قوية لنشر الوعي بين الناس. يعطي هذا اليوم العديد من المؤسسات والمبادرات الشبابية الفاعلة الفرصة لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، ولجعل اليوم الدولي نقطة انطلاقة شرعية لأنشطة التوعية الوطنية الفلسطينية ونقطة إطلاق للمبادرات الوطنية المستدامة.
يهدف يوم التضامن مع شعبنا الفلسطيني إلى تأصيل التضامن مع الشعب الفلسطيني والتأكيد على التزام المتضامنين بالتمسك بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف. يختلف تعريف تلك الحقوق من جهة الأخرى، أما بالنسبة لنا ولكم فهي حقوق الفلسطيني في عودته لأرضه المحتلة في عام 1948 ولقدس أمته ولتمكينه من كل حقوقه التي سلبت منه عنوة أنذاك، وهم باقون حتى اليوم في داخل فلسطين وفي اللجوء قابضين على جمر عودتهم، صابرين على مر يتجه جرعونه وألم يعتصر قلوبهم يواسيهم تضامن إخوانهم العرب وأصدقاء حول العالم. فكل عام وشعبنا الفلسطيني صامد على أرضه المحتلة وفي أرض شتاته في وجه صهاينة الأرض، وكل عام وفلسطين رأس حربة تستحق الدعم والتضامن في كل يوم. عشرية التميز. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود من جديد وختامها مسك مع الأستاذة أسماء نسيب. أهلا وسهلا بك أستاذة أسماء. أهلا أستاذة، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرفينا باسمك ومن أين حضرتك أستاذة أسماء؟ السلام عليكم، مساكم بخير. أنا طالبة جامعية سنة ثانية دكتوراة تخصص كيمياء منتجات طبيعية، طالبة في الدبلوم دراسات اللاجئين هذا العام يعني في الدفعة السابعة، وكذلك طالبة في أكاديمية أو متخرجة من أكاديمية أبو مدين الغوث لعلوم الدراسات الفلسطينية كطالبة يعني مهتمة بالقضية الفلسطينية، وكذلك أنشط في المجتمع المدني في الجمعيات التي تهتم بنشر الوعي تجاه القضية الفلسطينية. نعم، حضرتك طبعاً أستاذة أسماء من الجزائر. نعم، من الجزائر بالتحديد من الجنوب. من الجنوب، حياك الله. طيب أستاذة أسماء، كان عنوان الورقة البحثية هي مساهمة الطلاب في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية. لماذا حددت بالذات الطلاب، فئة الطلاب؟ هي في الحقيقة لأنه أنا طالبة أول شيء في الأكاديمية، ثاني شيء أنا ما تعرفته، أنا كنت بين يعني لدي مدة وأنا أدرس أو أبحث في القضية الفلسطينية، لكن عندما دخلت الأكاديمية هناك معلومات جديدة لم أكن أعرفها، لأن في مجال البحث نحن نتلقى ونقدم، ففي مستوى المعلومات أو المعارف التي تلقيناها في الأكاديمية بالذات التي تخصص في الجانب التاريخي أو الجانب اللاجئين، الجانبات غير الجانب الشرعي للقضية الفلسطينية أو غير الجانب الديني للقضية الفلسطينية، وجدنا أن الأكاديمية أو تبرع في هذا المجال، في نفس الوقت هي عندها قيمة معرفية كبيرة، وفي نفس الوقت هو جانبها إعلامي، فالجانب الإعلامي يستطيع الإنسان أن يعني يتمكن منه، لكن في الميدان دائما نجد أن هناك من يفقد هذه المعلومة، أو عندما نخالط الميدان عندما ننزل للميدان خاصة هنا في الجزائر يعني نشاهد هناك حب عميق للفلسطين قلبا وقالبا، لكن تغيب القضية الفلسطينية مثلا وعد بلفور مثلا سايكستيك وهذه المعارف تغيب علينا بطريقه صحيحه، او عندما نقول ان المجتمع المدني دائما نعرف ان القضيه الفلسطينيه ان الصهاينه فقط من تآمر ضد القضيه الفلسطينيه، لكن لا نعرف ان العالم كله تآمر ضد القضيه الفلسطينيه من حتى مجموعات عربيه، فهناك فلهذا اذا كنا نحن كاكاديميين او كدارسين ندرس الأكاديمية ندرس في الأكاديمية فيقع علينا واجب أن نقدم هذه المعارف، فهنا دخل واجب اسم الطالب بالتحديد في العنوان. طيب برأيك ما أهمية الدراسة التي قمت بها أو الورقة البحثية التي قمت بها؟ هي في الحقيقة تكمن أهميتها في أن نفعل الجانب الطلابي، خاصة أنه خاصة أنه أنت ذكرت فيها أو ركزتي في الورقة أو البحث ركزتي على الهدف من واجب خدمة المجتمع، فبرأيك ما هي أهميتها؟ تفضل.
نعم، هي الأهمية الأساسية التي ركزت فيها في البحث هي خدمة المجتمع بالتحديد، لأن خدمة المجتمع أول شيء لا تفرض عليك شروطا مثلا مثل البحث أو هكذا شيء، ولا تفرض عليك مواضيع معينة. فمثلا فلو اجتهد إنسان وتعرف على مثلا موضوع الأسرى بالتحديد، أو بذل جهدا في التعرف على موضوع الأسرى مثلا ما كان في المحاضرة المرة الماضية، فالطالب يقوم بهذاك الجزء بالتحديد، يقدمه هو يعني كنوع من التخصص، في نفس الوقت كإنسان باحث في هذاك المجال، خاصة في المجتمعات. فلهذا ركزنا على أنه يكون الجزء الذي هو الواجب الذي الغير محدد، غير مرتبط بقوانين معينة، فيبرع فيه الطالب، في نفس الوقت يعني يجب يدرس وسطه ويقدم ما يحتاجه الوسط بالتحديد، إن كان طالب جامعي أو كان ناشط ميداني أو غير ذلك. طيب، في أيضا من الأمور اللي تطرقت لها عمل جدول، أشكال جدولية ذكرتي فيها المسجلين والمتخرجين، أحصيتي ما شاء الله نوعا ما المسجلين المتخرجين من دبلوم الدراسات حسب الدفعات ذكرتيها، وكانت بطريقة يعني جيدة. برأيك هذه الدراسة أو هذا الجدول الذي قمت به ماذا يعطيك؟ ما هي الأفكار التي أو التوصيات التي تعطيك كطالبة في الدبلوم ومتخرجة منه؟ هي في الحقيقة كتوصيات أن الطلاب الذين تخرجوا، إحنا نعرف أن الطلاب الذين تخرجوا يعني لو أحصينا أن هناك انتشار جغرافي، في نفس الوقت هناك عدد أشخاص يعني ما شاء الله يعني من الذين تخرجوا، يقع عليهم واجب ما بعد التخرج، بما أنهما ضرعوا في أن يتخرجوا ويقوموا بالواجب، يقوموا بواجب آخر في أن يتبنوا القضية الفلسطينية خارج الدبلوم، ويقوموا بالعمل القضية الفلسطينية، كيف نشر المعارف ونشر وعي القضية الفلسطينية. بالنسبة لك كجزائرية عربية محبة للقضية الفلسطينية، ماذا أضافت لك الأكاديمية كمعلومات عن القضية الفلسطينية، وبماذا ستعطيك دافع، بماذا سوف تفيديها القضية في مجتمعك كجزائر نحدد؟ كجزائرية بالتحديد، هي في الحقيقة أنا تعرفت على الكثير في القضية الفلسطينية، خاصة في الفصل الأول، لأن إحنا الآن هنا فقط الفصل الأول أو الجزء الأول من الفصل الأول، صراحة خاصة في محاضرتي التاريخ، أنا حاولت قدر الإمكان سابقاً أن أدرس التاريخ من الكتب أو الأبحاث، لكن ما تعرفت على القضية الفلسطينية بالتحديد الجانب التاريخي وما كان من مؤامرات تجاه القضية الفلسطينية من قبل الصهاينة أو من قبل اليهود، ما قبل ذلك يعرفنا على المؤامرة ضد العالم الإسلامي بالتحديد، وهذا نحن كعالميين احيانا وش نقولوا احنا كجزائريين، يعني كجزائريين نحب القضيه الفلسطينيه، لكن لو كان فرد اخر يقول الفلسطين للفلسطينيين يعني، لكن لو تعرف على القضيه الفلسطينيه بحق بمعارفها الصحيحه وبما تقدمه بالتحديد، خصوصا في الدورة الاولى في القضيه الفلسطينيه، يتعرف عن تحوى ان ليست القضيه فقط هي الهدف، انما هي الامه الاسلاميه والعالم العربي، واذا كان هذا هو الهدف الاساسي ان تكون الضحيه هي فلسطين، فان الاصل ان ندافع عن الضحيه ليس كفلسطين كضحية، إنما ندافع عليها كواجب، وفي نفس الوقت كجزء من التحرير، كواجب من كواجب تحرير، كما يقول الشيخنا نحن لسنا، أو كجزائريين بالتحديد يقول نحن لسنا متضامنين مع القضية الفلسطينية، بل نحن شركاء في التحرير، كأول شيء كأن لدينا أثر وإرث وثأر في فلسطين بحارة المغاربة، وفي نفس الوقت بكل فلسطين، ككل فلسطين هي جزء منا، نعتبرها جزء من الجزائر، لم يكتمل تحريرها، وإذا كانت هي جزء من الجزائر فوجب علينا أن نتعرف على معرفة،
بماذا نفيد، بماذا تفيدني الأكاديمية من حيث المعلومات والمعارف الصحيحة والدقيقة؟ لأن احنا دائما تجهل القضية الفلسطينية فيها، حتى لو كان عندنا يعني في المنهاج الدراسي في البكالوريا أو الثانوية العامة لدينا محور خاص بالقضية الفلسطينية، لكن تغيب فيه المعارف الأساسية القضية الفلسطينية. فلهذا نستطيع أن بالذات الأساتذة يستطيع أن يخدمهم الأكاديمية أكثر من أي مجال آخر أو أكثر من أي بحوث أخرى في هذا الجانب، في كيفية أن يوصل المعلومة الصحيحة للطلابين. أحسنتي، شكراً لك. طيب، سؤال أخير، بناءً على نتائجك التي توصلتي لها في هذه الورقة البحثية، ما هي المجالات التي ستقترحينها لبحث في المستقبل، لبحث جديد في المستقبل، لو طلب منك بحث مستقبلاً؟ كبحث خاص بالأكاديمية هو الـ هو هو التدقيق في مدى في مدى التقديم المعرفي، وكان وأنا كأمنية صراحة أتمناها أن تصبح الأكاديمية جزء من المنهاج الجامعي الجزائري، يعني لو يحصل لنا الشرف يعني، لأن الجزائريين صراحة لديهم حب كبير للقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت لا نملك القدرة الكافية لإيصال المعلومة كفلسطينيين، لأنه لم يجي فلسطيني ويقدم لك المعرفة الحقيقية للقضية الفلسطينية، يعني سبل جعل الأكاديمية جزء من المنهاج التعليمي أو ضمن محتوى الأكاديمية كمنهاج تعليمي للطلبة ولل للتلاميذ إن شاء الله. أنا هذا الجزء الذي أتمنى حقيقة أن أصل إليه. يعطيك العافية، نشكرك يا أستاذة أسماء، ونشكر الجزائر كلها. الآن طبعا نختم، نحن ختمنا بأستاذة أسماء، فاصل صغير ثم نعود لسؤال، سوف أحاول أن أطرح سؤال بسيط لجميع الإخوة. في 29 من شهر نوفمبر لعام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها المشؤوم رقم 181 بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. فاز قرار التقسيم بالتصويت بأغلبية 33 مقابل 13 وامتناع 10. يتبنى القرار انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة كيانات: أولاً 54.7% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، ثانياً 44.8% للدولة العربية، ثالثاً 5% لمنطقة القدس حيث تكون مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية. ردة الفعل على القرار: رفض العرب والفلسطينيون هذا القرار الظالم ولم يعترفوا به. استحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصة الوكالة اليهودية، إلا أن المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة الأرجون الصهيونية وعضو عصابة شتيرن إسحاق شامير رفضوا هذا المشروع. رأي القانون الدولي في القرار: يعتبر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين رقم 181 في جوهره قراراً غير قانوني وغير أخلاقي لأسباب أهمها مخالف لأحد أهم أهداف المنظمة الدولية وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها، يفتقر إلى أي سند قانوني، فالجمعية العامة لا تملك سلطة التصرف في شؤون الأقاليم الموضوعة تحت الانتداب ومنها فلسطين. ليس في الميثاق الأممي ما يشير إلى امتلاكها سلطة تقسيم إقليم محدد دولياً خلافاً لرغبة سكانه. هذا القرار يعد في الفقه الدولي السائد في حينه توصية غير ملزمة صدرت وفق المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي لا يمكن أن تمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. قرار التقسيم جدلاً مخالف للعدالة الدولية في التوزيع، فلم يراعي نسبة ملكية الأراضي، اليهود لا يملكون أكثر من 6%، ولم يراعي أيضاً نسبة السكان، اليهود 31.7%. تصويت الأمم المتحدة على قرار التقسيم عام 47 و900 ألف مع ضد امتنع عن التصويت غائب.
تجدر الإشارة إلى أن قرار التقسيم منح الفلسطينيين أضعاف ما منحتهم إياه اتفاقية أوسلو. طيب مرحبا بكم من جديد. في ختام هذا اللقاء القيم والذي كنت سعيدة جدا به، أحب أن أطرح في طبعا في حدث صار معنا بالأمس بخصوص الأكاديمية، طبعا هو من قمة الظلم الجائر الذي لا يكفي، وكأنه لا يكفي الفلسطينيين ما يقوم به الاحتلال، أغلقت صفحة الأكاديمية رغم أنها صفحة موثقة أيضا من الفيسبوك، أغلقت ولم يراعى فيها أي، رغم أنها يعني زي كما يقال أين حريات التعبير والحريات السياسية سواء كانت خاصة أو عامة، ولكن نحن لها بوجود أناس تعرف القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية هي في قلبها وليس فقط على صفحات الإنترنت. أحب أن أسأل فقط أخذ رأي أستاذة سمر بإيجاز يعني، أو نبدأ بأستاذة أسماء، خلينا نبدأ بأستاذة أسماء، رأيك في بخصوص إغلاق صفحة الأكاديمية وهي تحتفل في بذكرى العاشرة لتأسيسها، والتي لم على مرور العشر سنوات لم تتجه إلى أي اتجاه عنصري أو فصيلي أو سياسي مغلط أو غيره، هي فقط أكاديمية تعطي دروس ودبلوم في معرفة أو تعريف بالقضية الفلسطينية كما يقال بطريقة سلمية بحتة. برأيك باختصار لا يتجاوز الدقيقة الواحدة. أستاذة، العالم تكالب على فلسطين كله يوم الانتداب عام 1917، فكيف سيراعي ما تقدمه الأكاديمية إن كانت حياد أو كانت مع الإنسانية أو ضد العنصرية؟ هم عنصريين من يوم أن أقاموا الانتداب الفلسطيني وأقاموا ورقة وافقوا على وهدي بلفور في وسط الانتداب على أنها ستقوم هناك دولة اسمها ليس لديها اسم، إنما يقوم هناك كيان إسرائيلي صهيوني متصهين على حق فلسطيني، فالعنصرية العالمية موجودة، لكن وهذا ما يفرض علينا دعم المقاومة إن كان هذا، وهذا ما يرغمنا على المتابعة كطلاب وكإداء يعني أكاديمي في الأكاديمية. نعم أحسنتي، شكرك أستاذة أسماء، شكرا لك. أستاذة سمر، ما رأيك بموضوع إغلاق صفحة الأكاديمية على الفيسبوك؟ يعطيك العافية دكتورة ريم، يعني إن أغلقوا صفحة الأكاديمية فلن يستطيع أن يغلقوا أفواهنا وأفواه الآلاف الذين تخرجوا من الأكاديمية، يعني هذا جديد عليهم، يعني هم الذين احتلوا البلاد وهم الذين قتلوا وذبحوا وشردوا وهدموا البيوت، فهذا ليس بجديد عليهم، يعني قضيتنا لن تنتهي بإغلاق صفحة على الفيسبوك، فنحن إن شاء الله باستطاعتنا أن نطلق يعني مئات الصفحات بسواعدكم وبجهودكم وجهود القائمين على الأكاديمية الإخوة والأخوات، يعني هذه الجهود المباركة إن شاء الله من خلالها سننطلق وتكون إن شاء الله بادرات خير، سنظهر الوجه الحقيقي للصهيونية، سنبرز القضية الفلسطينية بشكلها الحقيقي، معاناة الشعب الفلسطيني، الحياة اللي احنا نعيشها في ظل الحصار، يعني فلسطين عامة وأهل قطاع غزة بشكل خاص، المعاناة في ظل الحصار منذ عشرات السنين، يعني هذه القضايا لن تستطيع أن تقفل وأن تتوقف بإغلاق صفحة،
للأكاديمية. فإحنا إن شاء الله يعني جهودنا وجهودكم المباركة من خلالها لن تتكمم الأفواه وستنطلق إن شاء الله، لن يستطيعوا أن يقيدوا حرياتنا وأفكارنا وآرائنا، إن شاء الله كلها مباركة وكلها مقدسة، وهذا حق قانوني مقدس من خلاله سننطلق. ويعني فلسطين كما قالوا أعدائنا، كل شعب على الأرض له مكان يعيش فيه، ولكن أهل فلسطين هم يعيشون المكان يعيش فيه. هذه شهادة أعدائنا، إحنا أهل فلسطين، أهل إحنا أصحاب حق، وقضية فلسطين هي في وجدان وفي قلب وفي عقل كل إنسان فلسطيني وكل إنسان عربي مسلم. شكرا لك أستاذ سمر، يعطيك ألف عافية. أستاذ حكمة إذا كان موجود معنا ما زال. مساء الخير. إغلاق صفحة الفيسبوك الأكاديمية هذا يدل بدل على إنه الاحتلال يتضايق من هذه الصفحة، لأنه هذه الصفحة تعيد إلى الوجدان ما لم يعيده كتاب المناهج. لأنه أنا بأنظر للمناهج، المنهج الفلسطيني خاصة لا يتحدث عن فلسطين كما نريد أو بالطريقة التي نحن نريدها أو التي تحدثت فيها الأستاذة روان الضامن أو بالكتب التاريخ، ولكن الكل يحاول قضم تاريخ فلسطين وإعطاء تاريخ فلسطين لناس ما لهم حق فيها. والأكاديمية جاءت بدورها لتعلن عن نفسها إنها الأكاديمية الأولى التي تتحدث عن فلسطين من العثمانيين حتى اللحظة. فهذا يسبب يعني بقول زي ما بيحكوا على الختائر، الطلق اللي ما بيصيب بدوش، وأصبحت الأكاديمية بالنسبة لهم تدوشهم، بأنه زي ما أنت شايف اليوم معانا من الجزائر والمغرب باحثات في القضية الفلسطينية، وهذا شرف إن كفلسطينيين أن يكون في معانا باحثين وباحثات من دول أخرى. فهذا بإذن دولة الاحتلال أنه يصبح وعي عربي زي ما حكيت، يطالب جيل جديد يصحو صحوة القومية العربية ويطالب بإرجاع فلسطين لأصحابها، ليست أصحابها الفلسطينيين فقط وإنما أصحابها العرب. صحيح. وشكرا. شكرا لك أستاذ حكمت، وتشرفنا بلقاء معك. نختم بأستاذة خديجة، نفس السؤال، ما رأيك بما قام به فيسبوك بحجب صفحة الفيسبوك للأكاديمية؟ تفضل أستاذة خديجة. نعم، بالنسبة لحجب الصفحة فكما كما تحدث الإخوة أن هذا دليل على أهمية ما تقوم به الأكاديمية في التوعية بهذه القضية. فالمعركة هي معركة وعي ومعرفة، وبالتالي لولا أنها يعني تزعج كما قال الأستاذ حكمة، تزعج الاحتلال لما تم إغلاقه. فنعم، هذا يدل على تأثيرها وأهمية ما تقدمه. شكرا لك يا أستاذة خديجة. أشكركم جميعا ضيوفي الأعزاء، كنتم رائعين، أبحاثكم رائعة، وسوف نقوم إن شاء الله الأكاديمية بنشر هذه الأوراق القيمة، وشرف لنا ذلك. تشرفت بمعرفتكم، تشرفت بآرائكم بأفكاركم، سعيدة جدا أن أتناقش أو نتحدث معا مع كوكبة علمية تبحث وتهمها القضية الفلسطينية قبل كل شيء، رغم اختلاف بعض الجنسيات، والتي نحن نقول دائما نحن لا نعترف في الجنسية، نحن نعترف بحب الوطن، حب فلسطين المزروع أو الموجود في قلوب الجميع أو الأغلب لنقول. أشكركم جدا باسمي، باسم الأكاديمية، بجميع القائمين عليها، ونلقاكم إن شاء الله في احتفال قريب ويكون إن شاء الله في القدس. شكرا لكم. منذ عقد من الزمن ولحاجة ماسة لمسناها في التعاطي مع القضية الفلسطينية أكاديميا،
أطلقنا أكاديمية دراسة اللاجئين في العاصمة البريطانية لندن، واليوم في عشرية التميز تطورت برامجنا وتجددت، وبقيت المبادئ وتجذرت رسالتنا على طريق العالمية ولتنمية مجتمع علم ومعرفة، لنكون العلامة الفارقة في تدريس القضية الفلسطينية. على عهد مع دارسينا نقدم لهم ما استطعنا من علوم على دروب العودة والتحرير، فبنينا بإبداع مساحة معلوماتية أكاديمية فلسطينية واسعة، ووصلنا بها إلى دارسينا وباحثينا من حول العالم. يدرك المتابع لنا امتياز التجربة وريادتها، وهي التي تفتح العيون على أفاق جديدة للتعليم العالي وخاصة في الواقع الفلسطيني. ننشر مع فرقنا المبدعة ثقافة العودة وأدبيات ومفردات قضايا اللجوء واللاجئين، ونسعى من خلال مبادرتنا إلى تعميق مبدأ التمسك بحق العودة لدى الأجيال. إن أكاديميتنا التي انتمى لها دارسون مما يزيد عن 70 دولة حول العالم ومن مستويات علمية مختلفة وطموحة، نشرت بذورها قبل 10 أعوام لترسخ اليوم جذورا وفوقها نخل شامخ. 10 سنوات نعدكم بعد باستمرار الإبداع والتميز في تدريس القضية الفلسطينية. عشرية التميز.